عليكم خوت، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تكونوا مازال ملتزمين في بيوتكم ثم بيوتكم يا اخوان. كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. كنتمنى يكون الفيديو توعه ولا قدم لكم الوالد يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه اخوتي وفهمتوه. واخا الترجمه كدوز عليا الصراحه الله باش نترجم، حيت الوالد ديالي ما كاينش معايا. اللي عرفتها كنترجمها، اللي ما عرفتهاش خاصني نعيط ليه ونقول له يسمع شنو كيقول في الاوديو اللي كيصيفط ليه، عاد كيترجم لي زعما تمارة وحق الله. ومن الصباح تقريبا وانا خدام في هذا الاوديو اللي صيفط ليه، اللي غنزل لكم دابا ان شاء الله. يلا كملت تقريبا الترجمه ديالو، وكاين هذا خدمته على بوحدي وبقيت عليه. شوف اخوك كما كتشوفوا، داكشي اللي كاتبو بالستيلو كحل بالامازيغيه واللي كاتبو بالستيلو الزرق بالعربيه. الله يلا من الصباح وانا كنترجم فيه، وشي كلمات نيت عيطت للوالد ما فهمتهمش بالسلحه، حيت خوكم واخا باه سلحه ومو سلحه ما كيعرفش بالسلحه مزيان، كاين شي كلمات ما كنفهمهمش مزيان في السلحه. وكنتمنى هذا الفيديو حتى هو يعجبكم، وحتى هو توعوي وكي كيحكي على هادشي اللي واقع دابا الناس اصلا. وهاد المهمات هما خليو، هذا عطاه للمغاربه كاملين، يجمع فيهم الشلوح وريافه وسواسه والعرب والصحراوة وكل شيء. وكنتمنى الترجمه حتى هي تكون في المستوى ان شاء الله باذن الله. خليكم مع الفيديو الخوت، وكنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تبارطاجيو اخوتي، على ودي تمنى على ودي الوالد كيف ديما الخوت. وتهلاو ليا فراسكم، الله يعاونكم، تنشوفوا فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. حرضني نيديدا
I'm